نعم. فضل الشيخ، ما حكم وضع اللافتات على الطرق الطويلة ومكتوب فيها مثلا سبحان الله أو اذكر الله؟ هذه اللافتات التي توجد في الطرق لا بأس بها، فيها تذكير، لكن هناك أناس يكتبون على الجسور كلمات ساقطة جدا، فمثل هذه لا يجوز إقرارها، يجب محوها، لأنها كلمات لا تليق بالإنسان، فضلا عن أن هذه طرق يأتيها الناس من كل بلد، فيحصل في هذا سمعة سيئة عن الشعب السعودي، وأنه شعب ساقط سافل، وربما يكون كاتب هذه الكلمات السيئة ربما يكون مغرضا. نعم.